أعلن البنك الأهلي المصري إطلاق أحدث خدماته، وهي إتاحة استقبال الحوالات الإلكترونية الواردة من الخارج لصالح حسابات العملاء بالجهاز المصرفي في مصر لحظياً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية، وذلك من خلال شبكة الوكلاء والمراسلين لدى البنك. وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن هذه الخدمة تأتي في إطار تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية لكافة عملاء الجهاز المصرفي خارج وداخل مصر، ودعم الوعي المصرفي والتحول الرقمي، وتوجيه المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وكذلك تعزيزا لاستراتيجية الشمول المالي وإيمانا بدوره الاستراتيجي في نمو الاقتصاد المصري.